parle du service public, on parle de la prise en charge de l'éducation, de la santé, du transport et du moyen vital pour vivre. Il y a une qualité, il y a une marché, des fois, le baqi est une technique de la Dawla. Mais je ne sais pas ce que d'accord. لازم نكون نديرو قراءة سياسية باش نبدا باش يبدا به مريان السؤال تاع الصحفي في ثمارة في إطار سدير الصراعات الموجودة في السلطة إلى آخره مش نتبعو الصراعات الموجودة في السلطة نروح نركدو من 62 هناك صراعات لو كان نتبعو الانتخابات كل عام هناك انتخابات خمس رئاسيات تجي شرعية خمس شرعية تجي البلدية وهي الدورة في خمس سنين كل سنة كاين انتخابات دونك هذا لازم احنا نقولوا نديروا قراءات سياسية ولازم يكون عندنا رؤية سياسية لأن الهدف من وجود النقابات هو التصدي للسياسات ما راناش نديروا العواطف أوه ما غاتقولش الشعب هذا رئيس الحكومة اللي راه يدير هكذا محسوم ما على بالوش كي يدير سياسات ليه راه اللي عنده يزيد يكون عنده واللي ما عندوش راح يزيد يموت على بالو خير منا والاحصائيات اللي جا اللي مدها هي احصائيات رسميه الاحصائيات الرسميه ما راناش نمنوها باسكو لو كان نروحوا بور لا ريبونسي تاع لي ستاتيستيك اللي ما مدوهاش نلقاو بلي الفوارق اللي يهضر عليها والاحصائيات هي اكثر والازمه اللي يحكيو عليها كذب في كذب فقط يمعنوا بالازمه هذه باش يقولوا لازم تتحملوها دائما شكون يتحمل الازمه هما يديروا الازمه بصح يقول لك دائما الفقير هو اللي يخلص هذه الازمه دونك هاوليكم التصدي للسياسات اللي احنا ندفعوا اللي لازم نتصدوا لها لماذا لان برشا الان كنت نطلع في سيستم دو سيكوريتي سوسيال سيدير نظام تاع التضامن ولا نظام تاع الرسمله تاع Attention, quand il s'attaque au système de solidarité, هو عنده أغراض إيديولوجية ليس فقط سياسية لأن عندما كنت نطاق لا سوليداريتي واش معناه؟ معناه يقولوا لكل شخص كن وحدك ودافع على روحك وبالك ضامن مع الآخرين لأنه الشيء اللي يخافوا منه هو هذا التضامن العلماني كيف يفرقونا في التضامن الاجتماعي يفرقونا في الفئات النقابية يفرقونا في كل الأماكن معناها هما راهم ناجحين لأن مهما كانت فئة معينة مهما كان شخص معين ما يقدرش يتصدى لهم وحده دونك هاوليكم الأغراض الإيديولوجية ونسميها أغراض إيديولوجية ليوفروا ولكن هما كيفاه راهم يديروا وبالسياسة نتاعهم راهم يقنعونا إيفيكتيفمون راهم وجدوا كل الظروف الأساسية وفي كل القطاعات باش نقولوا والله دار عينينا كيما يديروا في السبيطار محسوم على بالهمش ما كانش دي بيكور ما كانش الدوال الأحمر ما كانش الأكسجين إلى آخره يخليو باش أنت حنا اللي نقولوها وعيينا من هذا النظام لازم تبدلوه ويبدلوه لوين الشيء اللي يحوسوهم عليه وتقول غير لا بوليكلينيك فريدي هذه مليحة وشوفوا لك يقولك ها نروحوا للخصاصة تاع كلش وانت يدعموك يقولوا لك لي 20% اللي هضر عليهم نور الدين بودربان زيدوا لهم 200,000 والباقي يبقى هنا يبقى النقطة الأخرى واللي احنا غالطين فيها وهي عندما نتكلموا على الطبقة المتوسطة أظن الطبقة المتوسطة هي اللي لعبت دور كبير في الأوضاع اللي رانا فيها لأن الخطأ السياسي اللي درناه بهذه الطبقة المتوسطة رانا نحوسوا يطلعونا احنا شوية ونسي ديتاشي من الطبقة الشاغلة والفقيرة اللي راهي تحت قولك هي النورمالمون اللي هي العمود الفقري لازم نشوفوا لتحت ونتضامنوا معاهم باش نتصدوا اللي يديروا السياسات وما نخليوش روحنا دائما نتبعوا السياسات كلما وصلنا إلى تجنيد كبير أظن هنا وين لازم يكون الوعي بس الوعي حاليا هي مسؤولية الطبقة المتوسطة في الجزائر وشكرا